المساء وفي هذه الانطلاقة في هذا الميدان الرائع هنا نتواصل ونتقدم إلى المراكز الأولى وفي هذه الانطلاقات. نتواصل مشاهدينا متابعينا الكرام ونعود إلى المراكز الأولى. ننطلق مع الشوط الحادي عشر الذي يحمل هذه الكوكبة وهذه الأسماء الجميلة على أرضية هذا الميدان. تتقدم المشاركات وتقود المنطلقات على مقدمة الشوط الوطن، تسيطر على مقدمة الشوط أحمد بن سالم بن سهيل العامري، من تسيطر وتقود المنطلقات بجدارة، بينما تأتي في المركز الثاني وتندفع على ثاني المراكز. مشاهدينا متابعينا الكرام، الهدة تعود ملكية عبيد بن سليمان بن عبيد بن عبيد بن سلطان بن مرخان على المركز الثاني، تندفع في هذه اللحظات، بينما اشوف المركز الثالث وننطلق مع ثالث المراكز. وتاتي في المركز الثالث الشاهينيه تعود ملكيتها. مشاهدينا متابعينا الكرام، الشاهينيه في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات. مشاهدينا متابعينا الكرام، بخيت بن هادي بن حمد من يقدم هذه النوعية وهذه الانطلاقة على المركز الثالث. أما المركز الرابع نسير مع رابع المراكز، وهنا تنطلق على المركز الرابع. مشاهدينا الأعزاء، يا سلام يا سلام، علي بن حمد الدوسري هناك من ينطلق في هذه اللحظة. نعود هنا في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. دوشة وصلت في هذه اللحظة في هذا الانطلاق، غانم بن منصور آل سيف الخيارين، وصلت دوشة وانطلقت بهذا الانطلاق الجميل. بينما المركز السادس في هذه اللحظة، سادس المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، صدفة وصلت، صدفة لعلي بن حمد بن حسين الجرحى بالمري في هذا الانطلاق. بينما المركز السابع هناك تدخل في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، المياسة سلطان بن محمد بن سويلم الاكتبي في هذا الانطلاق. بينما المركز السابع، سابع المراكز في هذا الاندفاع، شوف الوصول وشوف التحدي في هذه اللحظات. وصلت ضج مظفر بن محمد بن عضيلي العامري، وهناك تدخلت كذلك الشاهينية لسالم بن محمد بن سالمين المزروعي، وصلت في هذه اللحظات. أما المركز العاشر فتواجد في عاشر المراكز في هذا الانطلاق الجميل في هذا التحدي الرائع، وهناك وصلت الشاهينية لراشد لراشد بن محمد النعيمي في هذا الانطلاق. يا سلام يا سلام يا سلام، هكذا العشر المراكز، هكذا الانطلاق الجميل، هكذا التحدي في مساري الثنايا الأصايل الذي انطلقت في شوطنا الحادي عشر، حملت التنافس والتحدي. نسير ونعود مرة ثانية إلى المراكز الأولى في هذا المسار. تسيطر على مقدمة الشوط وتقود المشاركات بهذا الأداء الجميل والانطلاق الرائع، تقود المنطلقات، تتحدى كل المنطلقين وهي بالمركز الأول. يا سلام، هذه مشاهدينا متابعينا الكرام، الوطن، الوطن تقود المشاركات وتندفع. أحمد بن مسلم أو أحمد بن سالم
سالم بن سهيل العامري على المركز الأول مسيطرة من البداية، تليها في المركز الثاني وتندفع دوشة في المركز الثاني، غانم بن منصور السيف الخيارين على ثاني المراكز. أما المركز الثالث الشاهينية، الشاهينية مشاهدين متابعين الكرام، سالم بن محمد بن سالمين المزروعي ركز 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 في مسار هذا الشوط، ضجة من الجانب الآخر، مظفر بن محمد بالعضيلي العامري يقدم ضجة في هذا الشوط، يقدم شو في شوط الضجة في شوط التحدي رابع المراكز. وصلت في هذه اللحظات إلى المركز الخامس العزرة، العزرة تعود ملكيتها لسالم بن محمد بالشرقي العامري على هذا الانطلاق، بينما تدخلت في هذه اللحظات وانطلقت الشاهينية بخيت بن هادي بن حمد المنصوري في هذا الانطلاق، ووصول في هذه اللحظات وصول من قبل الشاهينية مطر بن سعيد بن طناف الراشدي على المركز السابع وثامن المراكز. أين الدخول والوصول في هذه اللحظة مشاهدينا متابعينا الكرام؟ وصلت في هذه اللحظات الشاهينية، الشاهينية سعيد بن حمد بن مصرح الأحبابي، والمركز التاسع تاسع المراكز مياسة، مياسة مشاهدين العزاء وسلطان بن محمد بن سويلم الاكتبي، والمركز العاشر عاشر المراكز هنا التواجد مشاهدي العزاء الدرعية، الدرعية وفهد بن طالب فهد بن طالب بن شريم المري. هذه العشر المراكز الأولى، هذا مسار هذا الشوط، ندانا الثاني مشاهدين العزاء ومسار هذا الشوط الجميل الذي يحمل تحديات هذا المساء، في هذا المساء الجميل في دخول هذا المساء في هذه الانطلاقات والتحديات. يا سلام، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المراكز، إلى المركز الأول مسيطرة على مقدمة الشوط. الوطن، والوطن غالي، الوطن جميل يا الوطن. أحمد بن سالم بن سهيل العامري تقود مساري هذا الشوط، تقود مساري هذا الانطلاق في هذا المساء وفي هذا التحدي الجميل. يا سلام. أما المركز الثاني، انطلقت على ثاني المراكز واندفعت العزرة، العزرة سالم بن محمد بالشرقي العامري على ثاني المراكز. أما المركز الثالث ثالث المراكز أنا التواجد، وهنا الانطلاق من قبل دوشة يا دوشة، غانم بن منصور البو سعيد الخيارين على المركز الثالث في هذه اللحظات، ورابع المراكز الشاهينية سالم بن محمد بن سالمين المزروعي على المركز الرابع. أما المركز الخامس، هناك تدخلت ضجة، ضجة مظفر بن محمد بالعضيلي العامري، يا سلام. والمركز السادس في هذه اللحظات، وصلت الشاهينية، وصلت الشاهيني مطر بن سعيد بن طناف الراشدي، وصل الراشدي على معمعة هذا الشوط وعلى انطلاقة هذا التحدي. أما المركز السابع فبنلقى في سابع المراكز أنا الشاهينية بخيت بخيت بن هادي بن حمد المنصوري، والمركز الثامن في هذه اللحظات، المركز الثامن في هذه اللحظة مياسة، مياسة سلطان بن محمد بن سويلم الاكتبي على هذا المسار وهذا الانطلاق الجميل. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع هذا المسار ومع هذا الشوط الذي يحمل هذه الكوكب الجميلة، هذا التحدي الرائع على أرضية هذا الميدان. هنا نعود مع مقدمة الشوط من البداية، من مسار هذا الشوط، من انطلاقة هذا الشوط. تقود المشاركات الوطن، الوطن أحمد بن سالم بن سهيل العامري في مسار هذا الشوط وانطلقت هذا الشوط الجميل. يا سلام يا سلام، الوطن الوطن مسيطرة على مقدمة الشوط، الوطن أحمد بن سالم بن سهيل العامري، ودوشة دوشة غادمة دوشة في هذا الانطلاق. يا سلام يا دوشة، دوشة غانم بن منصور بن غانم البو سعيد الخيارين
يقدم دوشة على المركز الثاني. أما المركز الثالث فتواجدتنا العزرة، سالم بن سعيد سالم بن محمد بالشرقي العامري على المركز الثالث. ضجة بدأت تنطلق، ضجة بدأت تتحرك. مظفر بن محمد بالعضيلي العامري، وهناك انطلقت كذلك اللي هي الشاهينية، مطر بن سعيد بن طناف الراشدي وصلت في هذا الشوط. وشوف الوصول والاسم الجديد، يا سلام الشاهينية، سلطان بن خليفة، سلطان بن خليفة بن زاهرة الخيالي وصلت. الله 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 الله، يا سلام يا هذا الشوط. بدت الثنايا ترقص ما شاء الله في الامتار الاخيره. قرب الناموس، قرب الفوز يا متابعين، يا منطلقين. ودوشه، دوشه على راس حربه هذا الشوط. دوشه تتقدم على المركز الاول، دوشه غانم بن منصور ابو سعيد الخيارين تسيطر. يا سلام يا سلام يا سلام، هناك تسيطر على مقدمه الشوط. دوشه غانم بن منصور، غانم بن منصور آل سيف الخيارين على المركز الأول، على المركز الأول. ولكن شوف القدوم من الراشدي، وشوف بن زاهر هناك يتدخل وتتدخل في هذه اللحظات الشاهينية. سلطان بن خليفة بن زاهر الخيالي، يا سلام. والشاهينية هناك مع بن طناف الراشدي. الله الله الله، يا هذا الشوط. الشاهينية مطر بن سعيد بن طناف الراشدي، ودوشة واصلة. دوشة عادت مرة ثانية. شوف ثلاثية المقدمة، الثلاث اللي بهنزان اللقاء، الثلاث اللي بهنزان المساء، الثلاث اللي بهنزان المرموم. الله، راح الراشدي قدم. يا سلام يا سلام يا سلام، هنا مشاهدينا الاعزاء انطلقت الشاهينية. يا سلام يا سلام، ودوشة مشاهدينا الاعزاء، دوشة والشاهينية، الشاهينية ودوشة، دوشة والشاهينية. يا سلام يا سلام يا سلام، الشاهينية مطر بن سعيد بن طناف الراشدي على مقدمة الشوط. دوشة في المركز الثاني، دوشة تنطلق على ثاني المراكز. مشاهدينا الاعزاء، غانم بن منصور بن غانم السيف الخيارين، دوشة عادت مرة ثانية. انطلقت دوشة، انطلقت دوشة، انطلقت دوشة، وانطلقت عادة الشاهينية. الشاهينية ودوشة، الشاهينية ودوشة، دوشة والشاهينية. الله يا الأمتار الأخيرة، الله يا الرقص في الأمتار الأخيرة. دوشة خلاص حسمت الأمور. تهانينا في هذه اللحظات للمرة الثانية على التوالي. غانم بن منصور السيف الخيارين على فوز دوشة اللحظات الأخيرة ووصولها في هذا الشوط. شوط الحماس، شوط الرقص الجميل. دوشة وصلت. تهانينا على هذا الفوز، على هذا الفوز مشاهدينا الاعزاء، على هذا غانم بن منصور السيف الخيارين المركز الثاني. وصلت الشاهينية في ثاني المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام. مطر بن سعيد بن طناف الراشدي في المركز الثالث مع سلطان بن خليفة بن زاهر. الشاهينية المركز الرابع، الشاهينية لسالم بن محمد بن سالمين اللي في المركز الرابع. وخامس المراكز أنا مشاهدينا متابعينا الكرام اللي في المركز الخامس مع بن قناص. ولكن نعود في هذا الشوط وهذا الانطلاق الجميل. هذه مشاهدينا متابعينا الكرام دوشة في 13 دقيقة و ثانيتين وخمس اجزاء من الثانية قطعت الثمانية كيلومترات. تهانينا لمالكها اللي هو غانم بن منصور السيف الخيارين. بينما المركز الثاني في 13 دقيقة وثلاث ثواني اربع اجزاء من الثانية الشاهينية قدمت اداء جميل. مطر بن سعيد بن طناف الراي كذلك اداء جميل. بينما المركز الثالث الشاهينية سلطان بن خليفة بن زاهرة الخيالي في 13 دقيقة وسبع ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.